للتاسعة صباحا، وأول جناح قمنا بزيارته كان جناح الرجال. اخترنا المطبخ المركزي لسجن سعيد عبيد كنقطة البداية. هنا داخل المطبخ، نزلاء المؤسسة العقابية الذين استفادوا من التكوين في مجال الطبخ داخل السجن منهمكون في إعداد الطعام تحت إشراف طباخ السجن. صحة رمضانكم وتكونوا إن شاء الله بصحة. ولهنا أنا جيت المؤسسة هذه، أنا درت فيها ديبلوم إن شاء الله، واني في ستاج دي ديبلوم توفرت على شهادة الطبخ، وراني نعاون معاهم داك شغل عائله واحده هنا في المؤسسه، وانا اليد في اليد ان شاء الله ونكملوها باذن الله. وانا دوك هذا هو العام تاع رمضان تاعي الاول اللي بديته هنا في الطبخ والحمد لله ان شاء الله. كما راكم تشوفوا اليوم نوضنا الصباح رانا بدينا نطيبوا في صوص الطوماطير للروز، وكشويه نبداو الشوربه في ذيك ان شاء الله، ورانا نتعلموا ونديروا لا براتيك، رانا نقراو هنا في التكوين المهني، حتى هنا التكوين في المطبخ. والحوا راكم تشوفوا كاين كل خير الحمد لله. وبحكم ان زيارتنا للمؤسسة العقابية تزامنت مع شهر رمضان الكريم، وقفنا على برنامج غذائي متنوع اراد من خلاله القائمون على إدارة المؤسسة خلق الأجواء الرمضانية العائلية التي يفتقدها المحبوسون، فطبق الشرب فريك حاضر والدجاج والسلطة، أما وجبة السحور فتتمثل في الكسكس والبريوش والحليب. المطبخ هذا يوفر وجبة غذائية كاملة للمساجين، تتمثل هذه الوجبة في شهر رمضان لما نتكلم على اليوم، شرب فريك باللحم ودجاج محمر وأرز، وجبة سحور تتمثل في كسكس باللبن، والمخبزة تقدم البريوش، ونحن كذلك نقدم الحليب. في وطريقة العمل هنا تتم كالتالي: قبل الإفطار بساعة يتم تحضير الفطور في قدور عازلة حافظة للحرارة ومحافظة على كل شروط الوجبة، ويتم تقديمها للسجناء